السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة أم جنات. اليوم ان شاء الله بغيت نوريكم واحد الطريقة ديال واحد الفطيرة كتجي زوينة بزاف وكتجي رائعة واقتصادية في نفس الوقت. وعلى بركة الله ندوزو المقادير اللي تنحتاجو في العجينة، يعني غير اللي كنحتاجو في العجينة، ومن بعد فاش غادي نورقوها وباش غنعمروها ان شاء الله يا ربي. مازال حتى نبداو نورقوها باش غنوريكم باش غنعمروها ان شاء الله يا ربي. دابا غنوريكم غير الطريقة داكشي اللي غادي نديرو في العجينة. على بركة الله كنحتاجو الفورص من النوع الممتاز، يعني كتاخذوا الكمية على حسب الأفراد العائلة. عندي هنا واحد صاشية ديال خميرة كيميائية، عندي هنا واحد فانيلا، عندي هنا واحد جوج بيضات، ثم عاوتاني على حسب الكمية ديال الطحين اللي عندكم. عندي أنا هنا جوج بيضات، وعندي هنا كاس العنبة الحليب، يعني هاد الكاس هذا العنب، هاد الكاس هذا راه هاد الحليب عبرتو في الكاس ديال العنبه، وراه دفيتو يا البنات، راه ماشي بارد، راه دافي. عندي هنايا واحد المعلقه ديال الخميره فوريه، عندي هنا كذلك معلقه ديال السكر سنيده، وعندي هنايا الملحه على حسب الذوق. هانتوما البنات، وانتوما الا عندكم عاوتاني مهم نتوما بغيتو هاد الفطائر هادو زعما تكثروهم، يعني يضعفوا الحجم ديال الفورص، وديروا ديروا نتوما داكشي اللي عندك الكميه اللي بغيتو على بركه الله بسم الله. وضروري البنات غنحتاجو حتى الماء دافي، نسخنوا الماء ضروري غادي نعاونوا به، يعني راه ما غاديش يكفينا غير داك الحليب. بسم الله، ندير الخميره هنايا ندوبها واحد شويه، يعني ما غندير لا زيت لا حتى حاجه. الزيت يعني الزبده اللي باش غنخدم، ولكن ما حتى التالي فاش غنبغي نورقها عاد باش غنخدم بالزبده ان شاء الله يا ربي. اما دابا ما غندير لا زيت لا زبده لا حتى حاجه، ندوب غير هاد الخميره هادي. غادي ندير هاد الشيء كاع كامل، السكر والملحة، ندير الفاني، ثم البنات ندير كلشي خضره، ندير كلشي البنات خضره. ها هي الصاشيه ديال الخميره كيميائيه، بسم الله نجمع هاد العناصر كاع كامله. من بعد غادي نبدا نضيف داك الحليب تدريجيا، يعني حتى كنحصل على ديك العجينه ديالي. كما قلت لكم البنات نتوما الا بغيتو سميتو يعني ضعفوا الحجم ديال الطحين والمكونات اللي درنا. انا ما عبرتش الطحين، درت غير ديك الكميه اللي انا غنعرف تكفيني. هاد الفطيره البنات راه كتجي شويه رطبه، انا البنات تنجمعها ونتلاقى معكم ان شاء الله. هانتوما البنات، من بعد ما خمرت لي العجينه ديالي هانتوما كتجي رطبه. هانتوما البنات ندردر عليها شي، ندردر هنايا في سطح العمل، ندير فيها الطحين، باش يطيب لي كيفاش غندير نورقها. بسم الله،
قصتها يا البنات باش نوريكم باش غادي نعمرها ان شاء الله يا ربي. بسم الله. هانشوفوا البنات هانتوما البنات حاولوا تبسطوها مزيان، من بعد فاش غنبسطوها تخليوها شغليضه بزاف البنات. يعني من بعد فاش غنبسطها يعني غنوريكم باش غنعمرها ان شاء الله يا ربي. كتجي هاد الفطائر كتجي هاد الفطائر هادي زوينه بزاف. هانتوما البنات من بعد ما بسطنا العجينه ديالنا غنحتاجو الزبده، يعني الزبده باش غنورقوها هي الاولى. كتاخذوا زبده على شكل بوماد. هانتوما البنات كتحاولوا توزعوا هذه كاع كامله، هاد الزبده هذه كاع كامله للجوانب. هانتوما البنات تحاولوا توزعوها مزيان. هانتوما البنات من بعد ما وزعنا عليها هاد الزبده كاع كامله كناخذوا البنات كوبيل ولا اي شوكولاته نتوما كتبغيو، يعني راه كوبيل باش تجي زوينه. ها نتوما كناخذوا هذا الكوبيل هذا كنوزعوا بهذه الطريقه هذه على هذه الفطيره هذه ديالنا.
نتوما البنات يعني نكتفيو بهذا صافي يعني بلا ما نحتاجنا صراحه. بغيت نحاول نوزع هادي كاع كامله بيدي ولكن حيت الزبده بركه نكتفي بهذا الشيء. عندي هنايا البنات عندي هنايا درت واحد طحنت واحد شويه ديال الكاوكاو وشويه ديال اللوز. هانتوما يا البنات يعني الا نتوما الا بغيتو غير كاوكاو ديرو بغيتو اللوز ديرو يعني اللي عجبكم نتوما. انا خلطتهم بجوج يعني درت واحد الكميه قليله من اللوز وواحد الكميه قليله من الكاوكاو. هادشي كاع كله غادي ندردرو هكايا ها يعني واخا ما طحنوش كاع كامل خليو شي حبات هكايا شويه باينين. هانتوما البنات صافي نكتفيو بهذا الشيء بركه. دابا البنات حنا غادي نلفو بسم الله يعني البنات فاش تكونوا تخدموا حاولوا ديروا طحين في سطح العمل على سطح العمل باش ما تلصق لكمش. كنحاولوا نلفوها هكا يعني ما تضغطوش عليها حاولوا نتوما البنات غادي نحاولوا دابا نقطعوها. فاش غادي تقطعوها قطعوها نتوما بالحجم اللي بغيتو. بسم الله على بركه الله قطعوها البنات نتوما بالحجم اللي بغيتو. المهم قطعنا قد هكا هانتوما البنات راه هينيكم ميزانكم يعني راه هانتوما هانتوما البنات وغادي نديرهم في الصفيحه ديالنا يعني لاطه الفران غنديروهم فيها وغادي نخليوهم حتى يخمروا شي شويه يزيدوا يخمروا شويه وغادي نطيبوهم ان شاء الله يا ربي في الفران. هانتوما البنات نقطع معكم هادو
نشوف معاه بيت تبارك الله راه عطاتنا الكميه شويه هائله. هانتوما يا البنات نقطع غير هادو ديال الجناب غير باش توقف ليا هكا. هانتوما دابا غنديرهم ان شاء الله يا ربي نستفهم في اللاطه ديالنا وغنخليهم على ما يخمروا لي واحد شويه ومن بعد باش يطيبوا ونتلاقاو ان شاء الله يا ربي وتشوفوا الشكل النهائي ديالهم. كيجيو جمال كيجيو زوينين عفوا البنات كيجيو زوينين بزاف بزاف. وانتم غادي تشوفوهم وحكموا انتم البنات هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا. كيجيو زوينين وكيجيو بنان بزاف وكيجيو اسفنجين من داخل. انتم البنات انتم زوينين بزاف جربوهم ما غاديش تندموا عليهم البنات. وبصحتكم وراحتكم وباي باي عليكم.